الشعاع التنموية في سيناء جت لأن احنا عشان تأميني سيناء زي ما سيادة الرئيس قال بالتنمية. لو جبنا جيوش العالم وحطيناها في سيناء مش هتقدر تأمن سيناء. ومن هذا المنطلق بدينا نعمل مشروعات التنموية في سيناء. فالنهاردة انت عندك المشروعات الجديدة 2 مليون فدان. انت عندك النهاردة بحيث البردويل الجديدة والإنشاءات والمزارع. النهاردة عندك مطار بيصدر، عندك مصنع تلج، عندك مصنع فوم بيطلع السمك يتعبق تطلع الساعة 10 يكون في أوروبا الساعة 1. النهاردة عندك ميناء العريش بعد ما كان بياخد 4 مراكب ب 24 مراكب. الطرق، محاجر الرخام اللي اتعملت النهاردة ومصانع الرخام، انت كنت بتصدري رخام بلوكات بيطلع بره عشان يتصنع، طب ما يتصنع عندك فبقيت تصنعيه. أهم حاجة بقى من المشروعات الكبيرة اللي أنا من وجهة رأيي وهو توطين بدو سيناء، ودي اللي عملها سيادة الرئيس السيسي لما كان مدير المخابرات. قال نحفر البير الأول نلاقي مية نبني عليه المساكن، ومع كل بدوي من دولة أو عيلة بياخد قطعة أرض يبقى عنده مية عنده بيت بيزرع، وبني احنا بنبنيله المدرسة والوحدة الصحية. المشروع ده هيخلص إن شاء الله 2024 وبكده نبقى وطننا كل أهالي وبدو سيناء. أعتقد كل الكلام اللي بيتم ده ومصانع الأسمنت اللي اتعملت والمنجنيز والفحم من المغارة كل ده عبارة عن مشروعات بهدف أساسي تنمية سيناء وتأمين سيناء.